العمل كسائق سيارة إسعاف بالنسبة لكمال لم يعد كالسابق، خاصة في ظل كوفيد-19، أين أصبح يكابد مشقة العمل بهذه البدلة ولمدة 8 ساعات. ضغط العمل زاد، زاد بزاف بزاف، زاد بزاف بزاف. الخدمة ولات عندنا بلا بريسيون بزاف، ملي ندخل من البوست بوليس يبداني تقلق، الحمي ولي يشوك. ومام طون نخاف على روحي، ومام طون نخاف على روحي. انتو شي حاجة نتوسوس. والحمد لله ونطلب ربي إن شاء الله ينحي علينا هذا الوباء إن شاء الله. كي تطلعي أنت واحد ميت هكذايا تشوفيه يأثر فيك بزاف، يأثر فيك. تشوفي مالي يبكوا يتبعوا فيك ويبكوا. يا خو حبيت نشوفه. من مصلحة كوفيد-19 داخل المشفى وخارجه يتنقل كمال، مرة يحمل المرضى ومرة أخرى يحمل توابيت الموتى الذين أصيبوا بالفيروس. صعوبات كثيرة تمر عليه يوميا، لكنه ما يزال متمسكا بعمله الإنساني. كي يعطوني كاميزون صباح، كي نلبس الكاميزون تاعي كيما راني لابس كومبلي، راني لابس الكيت كومبلي، نبقى به 8 سوايع. وعندي سخانه بزاف، وعندي ستريس بزاف، والعرق بزاف، والناس شويه ما تفهمناش، مستريس يجي يهضر معاك، والناس بزاف، ما كاين بعض الناس اللي ما يرحموناش هنايا. انتوما، احنا نخدموا في خدمتنا الحمد لله. امام ضغط العمل والخوف من الاصابه بالفيروس في اي لحظه، يمضي كمال اوقاتا صعبه في عمله كسائق سياره اسعاف، لكنه مع ذلك يؤدي عمله بضمير وإخلاص.